بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن وقد انتهينا والحمد لله في الحلقات السابقة من تفسير الآيات من قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلى قوله ومن أصدق من الله قيلا. فالآن في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله نتبين منها ما يؤخذ من أحكام. فيؤخذ من هذه الآيات بيان نقصان الأصنام المعبودة من دون الله، لأنها إناث، لأنها إناث، والإناث بالنسبة لغيرها ناقصة في عرف الناس. وبهذا رد عليهم، كيف تنزهون أنفسكم عن البنات ثم تعبدونها؟ هذا من انتكاس الفطرة والعياذ بالله. يدعون من دونه إلا إناثا. ثم قال جل وعلا، ثم يؤخذ من هذه الآية تناقض المشركين حيث كرهوا الإناث ثم عبدوها، وحيث نسبوا لله ما يكرهونه لأنفسهم، فلم ينزه الله عما ينزهون به منه أنفسهم. وهذا تناقض واضح. وكذلك علموا أن الشيطان عدو لهم، ومع هذا أطاعوه وعبدوه وعصوا الله سبحانه وتعالى. فهذا من تناقضهم والعياذ بالله وانتكاس فطرهم. وهذا ينسحب على كل من عبد غير الله من الأولين والآخرين، سواء عبد الأصنام المنحوتة أو عبد الأشجار أو الأحجار أو الأضرحة والقبور أو الأموات، فإنه يدخل تحت هذا الذم الفظيع. ويؤخذ من هذه الآيات أن من يعبد غير الله فإنما يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك فأطاعه، فعبادته عبادة للشيطان، والشيطان سيتبرأ منه يوم القيامة حينما يقول إن الله وعدكم وعد الحق، أوعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويؤخذ منها بيان بعد الشيطان من رحمة الله ويأسه منها، فإن الله لعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فهو ملعون ومطرود، فكيف يطاع ويتبع وهو مطرود من رحمة الله عز وجل؟ ماذا يرجى منه وهذه حاله والعياذ بالله؟ وبالمناسبة، هل يسوغ لعن الشيطان والإكثار من لعنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فالإنسان حينما يقع في معصية عليه أن يلوم نفسه ولا يلقي باللوم على الشيطان ويلعن الشيطان، بل عليه أن يلوم نفسه. والشيطان ملعون، لعنه الله عز وجل، فلا حاجة إلى لعنه. وإذا لعنته فإن هذا لا يبرئك من معصيتك ومن إثمك، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وأيضا ورد أن الشيطان إذا لعن يتعاظم ويقول أغويت بني
آدم. ويؤخذ من هذه الآيات حسد الشيطان لآدم وذريته، لأنه لما استكبر عن السجود لآدم لعنه الله وطرده، حينئذ وضع تهديده وغضبه على آدم وذريته. أما آدم فأغواه بأكل الشجرة حتى أكل منها، ولكن الله خيب ظنه فتاب آدم عليه السلام وتاب الله عليه، لكنه تفرغ للذرية، ذرية آدم، فأخذ نصيبا كثيرا منهم، أوقعهم في الشرك والمعاصي والفسوق والانحلال، ولا يزال معهم. لكن هناك بقية من عباد الله عز وجل لا سلطان للشيطان عليهم، بسبب أنهم لجأوا إلى الله عز وجل واستعاذوا به واعتصموا به وأطاعوا الله عز وجل. ومن لجأ إلى الله فإن الله يعصمه من عدوه. يؤخذ منها أن الشيطان لا يقدر على إضلال جميع بني آدم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأنه يعلم أنه لا يستطيع إغواء جميع بني آدم. وهكذا الحق يبقى عليه بقية، مهما عظمت الفتن والمصائب فإن هناك من يبقى على الحق ويصبر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يؤخذ منها أن الشيطان ليس له سلطان إلا على من أطاعه، فهو لا يجبر الناس أو أنه يضرب الناس، وإنما من أطاعه وانقاد له تبعه، وأما من استعصى عليه ولم ينقد له فلا سلطان له عليه. ولهذا قال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، ليس المراد عباده كلهم، المراد عبادي العبودية الخاصة، لأن العبودية على قسمين: عبودية عامة، جميع الخلق عباد الله جل وعلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهذه ليست هي المقصودة هنا، المقصود العبودية الخاصة، كما قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وهنا يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.